السلام عليكم ورحمة الله. هكلمكم النهاردة بخصوص نقطة مهمة جدا في تحويل السيارات من بنزين إلى غاز. اتكلمنا فيه قبل كده، فيديو كان طويل شوية والناس اتضايقت من إن أنا طولت في الفيديو. الفيديو ده وصل لحوالي 500,000 مشاهدة، نص مليون، عليه من حوالي 1500 تعليق. هتستفيدوا من التعليقات اللي موجودة فيه بشكل كبير جدا، من دول كتير اتكلموا عن تجربتهم لعشرات السنين مع تحويل السيارة من بنزين إلى غاز. الفايدة اللي احنا اكتسبناها من التعليقات دي ان الناس دي فعلا بعد التجربة لمدة طويلة لقوا ان الموضوع مفيد ومربح وفي نفس الوقت آمن على السيارة. النهاردة انا عامل الفيديو ده عشان اقول لكم تجربة من العمل بالغاز الطبيعي، هيكون النتيجة مرضية ولا لسه سيئة زي ما احنا كنا بنفكر في الاول. عشان كده النهاردة انا بقدم لكم الفيديو ده، ياريت تركزوا الاخر دي في الفيديو، مش هطول المرة دي عشان اديلكم الخلاصة التعامل مع منظومة الغاز الطبيعي في مصر اللي هي بيسموها الجي بي ال، وبرضو هكلمكم على ايه المميزات وايه العيوب اللي انا لقيتها والحلول اللي ممكن نحس ان هي ممكن تساعد في ان الموضوع يكون ناجح بشكل كبير. لو اتكلمنا على منظومة الغاز، منظومة الغاز لازم تروح لأي مركز تحويل لأي شركة من الشركات الموجودة في مصر. والناس اللي سألتني كتير ايه الشركة اللي انت اتعاملت معها، قلت لهم بكل صراحة انا اتعاملت مع شركة اسمها جاستيك موجودة في مصر، والشركات الباقية قلت تجربتي معها كانت ازاي وهم نصحوني بايه، فعشان كده اتجهت للشركة دي. الحاجة التانية، الفوائد الموجودة بالنسبة لمنظومة الغاز. الفوائد فوائد مهمة جدا لكل الناس اللي بتفكر. انت لو عربيتك بتشتغل بمنظومة حرق عالية، او ان انت بتلف مشاوير كتير، او عندك استهلاك عالي في البنزين، انا انصحك على طول تحول غاز، لان ده يساعدك في ان انت توفر كم كبير من الوقت. لو جينا نبص على تجربة انا عملتها لسه من كام يوم بعد غلاء الغاز في الفترة الاخيرة وغلاء البنزين، قلت اجرب اشوف لو فولت العربية بشكل كامل من الغاز هشوف هتمشيني قد ايه كيلومتر. هتلاقوا في الفيديو اللي باين قدامكم دلوقتي ان انا رحت للمحطة وفولت في حدود 80 جنيه. كان اجمالي عدد متر المكعب من الغاز حوالي 18 متر مكعب من الغاز. بعد الاسعار الجديدة جاستيك طبعا السعر اختلف، يعني انا حطيت 18 لتر ب 87 جنيه. هعمل تجربة معاكم دلوقتي، عندي هحسب دلوقتي الكيلوات من الزيرو هشوف هيمشوني قد ايه. قعدت التجربه دي يومين على ما حرقت كل الغاز اللي موجود في العربيه. بالفعل بعد التجربه هتسمعوا صوت كده، صوت صفاره اللي هو ان خلاص الغاز انتهى. قدامك على المؤشر باين ان انا ماشي 230 كيلو، 230 كيلو متر مشيت بالعربيه، استهلكت فيهم 18 متر مكعب من الغاز. لو جينا نحسبها بحسبه بسيطه جدا هتلاقوا ان المتر المكعب الواحد من الغاز مشاني العدد ده من الكيلومترات. لو شفناها بالمقارنة بالبنزين هنلاقي ان احنا تقريبا اقل من النص في التكلفة. تكلفتك لما تستخدم بنزين عن الغاز اقل من النص. ده رقم واحد من الفوائد اللي انت هتجنيها لو حولت من بنزين الى غاز. الفايدة التانية ان انت بتحافظ على عربيتك، لان ده وقود نظيف، فبالتالي الوقود النظيف ده هيحافظ على البيئة وعلى العربية. ثالث فايدة ان احنا بنحافظ بشكل دوري على صيانات العربية، لان من الشروط بتاعتك عشان تحول غاز ان انت تحافظ على ان انت تغير الزيت في ميعاده قبل ميعاده كمان. يعني انا بحط مثلا بالنسبة للزيت المناسب لعربيتي بحط شيل مثلا، فبحط اللي هو 5000، بغير عند 4500، فبالتالي انت محافظ بشكل دوري على تغيير الزيت في ميعاده. الحاجة التانية ان انا بغير الفلاتر باستمرار، السبارك بلاجز او البوجيهات بغيرها برضه باستمرار عشان نحافظ على عمليه الحرق تكون كويسه جدا. دي المميزات اللي اقدر اقولها كانت مهمه جدا عشان الناس اللي حابه تحول من بنزين لغاز، اللي هو التوفير والنظافه والشكل الامن للعربيه. بالنسبه للعيوب، كان من اسوأ العيوب اللي قابلتني رقم واحد ان انت اسطوانه الغاز بتاخد حوالي نص العربيه، بتاخد نص شنطه العربيه. زي ما الصوره قدامكم كده هتلاقوا ان الاسطوانه واخده نص المساحه بتاعت الشنطه. في بعض العربيات الشنط كبيره فمش هيأثر عندهم. برضه هو مش عامل عندي مشكله كبيره جدا لان انا العربيه مرتفعه، فممكن اقدر احط في الحيز اللي حوالين الاسطوانه. العيب الثاني اللي قابلني ان انا
بعد فترة لقيت إن المساعدين اللي ورا بدأوا ينزلوا بسبب الحمل الكبير بتاع أسطوانة الغاز. أسطوانة الغاز لما بتتملى كأن في حد وزنه 100 كيلو قاعد في العربية في الشنطة. عالجت المشكلة دي زي ما انتوا شايفين كده، ضفت فوق المساعدين حاجة بتتعمل عند الخراط زي الفبر كده، صدادة، وبتتحط جوه المساعد، ومن فوق الصدادة الفبر دي بحط زي حاجة فوم أو فايبر بتتحط برضو عشان تعمل العازل، فإن العربية في الوزن ده ما تخبطش في المساعد فيتدمر بسرعة. وهتلاقوا شكل العربية من ورا بقى مرتفع بشكله الطبيعي جدا. ده العيب التاني. العيب التالت إن أنت باستمرار هتحتاج إن أنت تتابع بشكل دوري ومهم جدا في شركة تحويل الغاز عشان تحافظ على إن المنظومة تكون مؤثرة وفاعلة، وتحس إن أنت فعلا إن العربية بتحرق غاز بشكل جيد وما بتستهلكش بنزين بشكل كبير. في عيب برضو قابلني، وده للأمانة، إن أنت الغاز ده درجة الحرارة المنطلقة منه بتكون عالية جدا، فممكن سهل جدا إنه يؤثر على وش السلندر بتاع المحرك. فلو أنت أهملت الصيانات بشكل دوري أو أهملت المتابعة بشكل دوري، سهل جدا إن أنت يحصل لك تلف في وش السلندر، فتضطر إن أنت تفكه وتعمل له لحام من تاني وتركبه. الحمد لله ان ده ما بيحصلش الا للناس اللي بتعمل اهمال. ده انا لاحظته عند ناس كتير، درجه حراره العربيه مش بترتفع، ما بيحصلش اي مشاكل. طبعا السوائل اللي انت بتستخدمها زي المايه الملونه مهم جدا، الحاجات دي تحطها بالمقاييس بتاعتها المناسبه لعربيتك. انا حبيت انقل الصوره بشكل امن وانقلها لكم بدون تلوين ولا ان انا اطول عشان اوصل لكم المعلومه بشكل واضح وصريح. النقطة المهمة جدا دلوقتي، هتلاقوا في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده، هتلاقوا فيه رابط للفيديو الأولاني، التجربة بتاعتي وبعض الفيديوهات اللي أنا عملتها بخصوص موضوع الغاز وردودي على الأسئلة كتير، وهتلاقوا شرح للموضوع مستفيض. فلو أنت محتاج تتواصل معايا، وحصل مع ناس كتير جدا تواصلوا معايا ورديت عليهم تليفونيا وعلى التليجرام واتساب على بقية السوشيال ميديا لينكس، اللينكات الموجودة خاصة بالسوشيال ميديا، وتواصلنا مع بعض، واللي قدرت أقدمه من نصيحة قدمتها بكل وضوح بدون أي تردد. لو في عندك اي استفسار يا ريت تسيب لي تعليقك او تسيب اللايك بتاعك، ولو حابب تشترك في القناه اهلا وسهلا، ولكن انا يهمني في الاول وفي الاخر تستفيد بالمعلومه وتعرف ان انا هدفي الوحيد هو الافاده. ان شاء الله لو عندك اي استفسارات سيبها لي تعليقاتك، وانا ان شاء الله هرد عليك على طول، وان شاء الله اشوفك على خير في حلقه جديده. سلام عليكم.